الجي تي اكس 260 او سي، تقريبا من نوع الكروت الجي تي اكس الخاصه بانفيديا نسخه الجيجا بايت. خليك معي. قبل ما يبدا الفيديو بنحكي حاجتين. اول شيء هو رجاء يا ريت تديروا لايك للفيديو عشان اليوتيوب يقترح الفيديو هذا لناس اخرى، لان حتى الفيديوهات اللي عليها مشاهده عاليه عندي نسبه اللايكات فيها شوي مقارنه بالمشاهدات، فيا ريت لو عجبك الفيديو دير لايك عشان الفيديو يوصل الى اكبر عدد مشاهدي، ويا ريت معايا اشتراك وتفعيل زر الجرس لانه حيكون تشجيع لي وحاجه كويسه بالنسبه لي، لاني فعليا معظم فيديوهاتي نصور فيني على مده طويله، ممكن توصل ل 10 ايام 5 ايام 6 ايام على حسب الفيديو والحاجات اللي طالبها، فيا ريت تقدروا التعب شوي وديروا لايك للفيديو لو عجبكم الفيديو وديروا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. الشيء الثاني نبي نحكي ايش الغرض من الفيديو هذا. الفيديو باختصار يوضح فكره ان كارت من 10 او 15 سنه فاتن ايش ممكن يدير في 2020 مع التطور الكبير اللي صار في عالم التكنولوجيا والكمبيوتر بشكل خاص. ما نطولش عليكم، سيكون تو مع الفيديو. طبعا الكارت قديم بالكل بكل بكل، لو تشوفوا قديم مش عارف على دقه التصنيع كم، يعني من اوائل الكروت اللي امتلكتها. نسخة بلاور طبعا حندير اعادة احياء للكرت ونغير له المعجون وندير له تنظيف بشكل سريع ومن ثم نختبره ونشوفه شن وضعه في 2020. المعجون الحراري مش ضروري حاجه نحط حاجه عاليه، يعني انا عندي نستخدم في ثيرمال جريزلي ونستخدم في كذا حاجه اعلى من هذا بوايد، هذا يعتبر ارخص حاجه يعني، ولكن الفكره منه ان الفروقات بينهم مش كبيره، وممكن الشيء الوحيد اللي ممكن يفرق هو ان الفتره اللي يقعد فيها عشان يجف باش ينشف، فمعظم الاشياء اللي تكون غاليه تكون عمرها 3 سنين او 4، هذا السبب اللي يخلي سعرها غالي، لكن ما يفرقش واجد في من ناحيه الاداء، الا ممكن الميتال ليكويد. الميتال ليكويد يعتبر من افضل المعاجين الحراريه للبروسيسر، بس التعامل معاه بصراحه ضروري ما يكون بحذر لانه خطير جدا، قد يسبب شوك. المواد نفسها لاني انها مستخدمه مصنوعه من مواد زي السيراميك غير قابله للتوصيل للكهرباء يعني، فما تديرش مشكل حتى لو كانت الكميه كبيره، فممكن ينزل مع الاجناب لو لما اصطرفين في بعضهم ما يديرش مشكل، لكن لو استخدمت الميتال ليكويد حيسبب لك في مشكله كبيره جدا، يدير لك شورت على طول يعني، يسبب لك في عطل كبير في القطعه اللي انت مركبها فيها. اول حاجه ناخذه اللي فين المول هذه، ناخذ اول حاجه نركبون عشان يضغط المعجون. دائما التركيب يكون مسمار مقابل المسمار عشان المعجون ما يمشيش في اتجاه واحد عشان يتوزع، يعني لما نجي نركب ما نركبش هذا وبعدين هذا وهذا وبعدين هذا، لا نركب واحد هيك وواحد هيك او العكس بالشكل هذا. حتى في البروسيسور دائما لما نجيب نثبت الفان ولا الووتر بلوك فوق البروسيسور دائما نثبت العكس الاتجاهات، ما نثبتش في اتجاه واحد، اي شيء فيه معجون يعني تبي تركبه.
اهم حاجه نحفظ خصوصا في كارت الشاشه، نحفظ كل شكل برج وين مكانه بالضبط، لان غالبا يكون الفروقات في الحجم بسيطه بكل بينهم، فتضطر تركبه خلاص مرات تسبب في مشكله، لان ساعات يكون المسمار يوصل او يكمل في الدائره، من غيرها الكارت مش هيشتغل. ضروري ما تركز مع الموضوع، زي الفرق بين هذا وهذا مثلا، الفرق ما بين هذين الاثنين، هذا الكارت الشاشه من قدام وهذا اللي حيثبت على البلوك الخاص بالتبريد، فضروري ما تركز ما بين الفرق ما بين الشكلين يعني. حاليا وضعك 100%، ننتظر يجف بس ونتاكد انه جف. اول ما وصلت الكارت وعرفت على الجهاز وانا نحاول نشغل في الالعاب ما باش يشتغل، جربت ردد، جربت سكيرو، شادو اوف ذا توم رايدر، كنترول، باتل فيلد في، الكارت ما قدرش يشغل اي شيء. اللعبه الوحيده اللي قدرني اشغلها هي لعبه جي تي اي في. انا عندي منها نسختين، عندي النسخه العاديه وعندي النسخه اللي معدلها بالريدوكس. المود الخاص بالريدوكس هو مود ثقيل جدا على الكارت وعلى الجهاز، فبالتالي قلت هذا افضل اختبار ممكن ندير له. وسط الفريمات كان على الجي تي اي العاديه من 45 ل 50. طبعا بما ان الكارت نظام التبريد فيه على وضع البلاور مود او على شكل البلاور مود، فبالتالي صعب انك تتخيل انك توصل درجه حراره كويس، فبالتالي تضطر دير كيرف للفان، لان حتى الكروت الفاندر اديشن او الكروت القياسيه الخاصه من شركه انفيديا او اي ام دي في الوقت الحالي يعتمدوا نظام تبريد اللي هو فانين او ثلاثه، والغوا تماما نظام البلاور مود. فانا هنا اضطريت ندير كيرف للفان عشان تجاري ارتفاع درجه الحراره الخاصه بكرت الشاشه، مع العلم ان المكان اللي نحط فيه البي سي والوضعيه اللي نحط فيها البي سي ونظام التبريد بشكل كامل هو نظام جيد جدا وانها معتمده ودرجه الحراره عندي ستيبل وامنه جدا. طبعا اللعبة خلت وقت طويل عشان تفتح، للعلم انا حاط اللعبة على SSD مش HDD، يعني مش على هارد ميكانيكال، فالمفروض انها تفتح اسرع، وخذت مني وقت اطول عشان نضبط اعدادات الجرافيك، انا خليتها على نورمال 720p. طبعا لاسباب واجد، لان الفيرام الخاص بكرت الشاشة هو اقل من 1 جيجا، ولعبة GTA محتاجة على الاقل 2 او 3 جيجا فيرام لكرت الشاشة، ما بالك انا ضايف مود الريدوكس على اللعبة. افضل اعدادات قدرت نشغل بين اللعبه هو نورمال جرافيك سيتنج على 720 بي ريزوليوشن. طبعا اللعبه اشتغلت مش افضل حاجه، ولكن وسط الفريمات 25 فريم بير سكند. Thank you.
اخر اختبار درته للكارت كان على MSI كومبوستر على وضع الدونات 1080p. الكارت قدم وسط فريمات 25 فريم. وعشان نزود صعوبة الاختبار على الكارت زودت على الكور كلوك 50 وعلى الميموري كلوك 100. تقريبا ارتفع مستوى أداء الكارت لفريمين أو ثلاثة زيادة. وبس أنا هيك انتهيت. السلام عليكم.